زيادة. نحن لما بنجي بنقعد معكم عائلات جرحى مع جرحى مع ناس شهداء. الله يسلمك شباب. فنحن بنجي لحتى نستمد منكم أول شيء القوة والشجاعة، نتعلم منكم الوطنية. صحيح أغلب السوريين وطنيين، لكن قمة الوطنية هو اللي مسك سلاح ودافع عن بلده. فمهما كنا وطنيين بنجي لعندكم لحتى نوصل للقمة. يمكن كل واحد فيكم يعتقد انه هو قام بواجبه، نحن بلقاءاتنا مع عائلات الشهداء ومع عائلات الجرحى ومع الجرحى دائما بيقولوا كلمة انه نحن قمنا بواجبنا. هذا كلام صحيح وهذا كلام بديهي، لكن الحقيقة انه قمتم بشيء أكبر بكثير من الواجب. إذا انكتب تاريخ سوريا بشكل صحيح بيوم من الأيام سوف يقال بأنه كل واحد فيكم هو اللي غير خارطة العالم السياسية. فما حدا منكم بس كان عم يعمل واجبه، كان عم يكتب تاريخ. فنحن كثير فخورين بلقاء، بعتقد أي سوري وطني بيتشرف بأن يلتقي بجريح وبعائلة جريح وبعائلة شهيد. أتمنى تنقلوا تحياتي لكل عائلاتكم ومحبتنا وتقديرنا واحترامنا. شكرا لكم كثير على هالمحبة اللي الواحد يعني كان صعب يعبر عنها بالكلام. شكرا لكم.